لو سمحت، أنا زوجي متوفي ويعرضني بالمنام، كني هنا عندي كني يجينا وكني أقول هو أنت بتروح لا تروح، يقول أنا ماني رايح بقعد عندكم، وهو متوفي. شنو لابس؟ شنو لابس؟ خير؟ شنو لابس شفتي في المنام؟ لابس ثوب أبيض؟ بالمنام، بالمنام لا ما شاء الله طبيعي وجهه منور وحالته العادة. طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة. وجهه منور وهدومه ملابسه هو يعني هو كنس قدامي. إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. بالنسبة لرؤية الأموات كون أنه يطلع لها زوجها بين فترة وفترة وجهها منور ما شاء الله تبارك الله، الرجل مرتاح في قبره، ونسأل الله أن يجمعكم إن شاء الله وإياه في جنات النعيم والعلم عند الله. نعم معنا أم هاجر، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أختي الكبيرة حلمت بولدها البكر الكبير متزوج، حلمت فيه أنها في بيتها محكوم عليه بالإعدام، وكانت وراء الباب كانت تدعي وخايفة على ولدها، بحيث أن اللي يحكموا على الإعدام هم دكاترة لابسين كوتات بيض، فقطعوا رجل اليمنى. فقالت يعني أنا استغربت اللي يحكموا على الإعدام طلعوا دكاترة، وكانت تدعي من وراء الباب تدعي خايفة على ولدها. طيب طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. بالنسبة لرؤية الأخت ولدها في المنام كان محكوم عليه بالإعدام، حفظه الله ورعاه وسلم لأهله. الإعدام في المنام أحيانا تفسر بالمشكلة، زين، أحيانا تفسر بانتهاء الشر والإقبال على حياة جديدة. الدكاترة في المنام يدل على علماء صالحين، قطع الرجل اليمنى قد تكون مشكلة عند أحد من أقاربه، والله أعلم إيش راح تنتهي عليه المشكلة والعلم عند الله.